أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام. إذن في حلقة المشهد المغاربي سنخصصها للحديث عن تطورات الوضع في ليبيا، حيث قدم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خارطة الطريق الجديدة لحل الأزمة هناك. تتكون خطة عمل سلامة من مراحل زمنية محددة. المرحلة الأولى منها تخص تعديل الاتفاق السياسي عبر تشكيل لجنة جديدة متكونة من المجلس الأعلى للدولة ومن البرلمان. أما المرحلة الثانية فإنه سيتم فتح الباب لالتحاق من لم يشارك في العملية السياسية، وتنتهي بعقد مؤتمر دولي بإشراف الأمم المتحدة يفتح الباب أمام الجميع للمشاركة في المصالحة الوطنية حسب تعبير غسان سلامة. خطة عمل سلامة لاقت قبولا دوليا، حيث أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لها، كما أعلنت فرنسا وبريطانيا ذلك. في نفس السياق الليبي طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز سراج بدعم طلب ليبيا رفع الحظر جزئيا عن السلاح، طلب كان المجتمع الدولي يرفضه لوقت قريب. كما احتج السراج على استقبال دول عديدة لما سماها الكيانات الموازية، في إشارة إلى خليفة حفتر بعد استقباله في دول إفريقية وعربية وأوروبية. الوضع الليبي لا يخلو من مفاجآت، تتمثل هذه المرة في ظهور شخصية كانت مغمورة، وهو عبد الباسط قطيط الذي دعا الليبيين إلى التظاهر يوم 25 من شهر سبتمبر الحالي ضد التدخل الإماراتي والمصري والقطري، كما دعا الشباب إلى أخذ زمام المبادرة وإنقاذ ما تبقى من ليبيا. فأين ستنتهي كل هذه المحاولات والمبادرات لرأب الصدع وإعادة اللحمة بين الليبيين؟ وما هو موقف الفرقاء الليبيين من خطة عمل سلامة؟ وما السر في طلب السراج رفع الحظر عن بيع السلاح لليبيا؟ وما هو مستقبل دعوة عبد الباسط القطيط تحدي الدول العابثة في ليبيا حسب تعبير؟ هذه الأسئلة ستكون محور حديثنا في هذه الحلقة. أرحب بضيفي في الأستوديو عضو لجنة الحوار السياسي الأستاذ الدكتور جمعة القماطي. دكتور جمعة مرحبا بك. مرحبا بك أخي سمير. خلينا نركز بداية عن الحدث، وهو خطة عمل جديدة يقدمها المبعوث الأممي غسان سلامة. أكيد كخطط من سبقوه لم تنل موافقة كل الليبيين، لكن هناك موافقة يبدو دولية وحتى ربما إقليمية، ومعظم الليبيين كذلك حسب المتابعة أنهم قد يكونون موافقين على هذه الخطة. أنت بداية، ما الذي تختلف فيه خطة غسان سلامة عمن سبقوه سواء كان ليو أو كوبلر؟ بداية أخي سمير، تحية لكل المشاهدين الكرام وتحية للإخوة الكرام الضيوف الذين قد يلتحقوا بنا في هذا البرنامج. وأشكرك على الاستضافة. حقيقة ما يميز البرنامج الذي طرحه السيد غسان سلامة قبل يومين في نيويورك أنها تعتبر ربما أهم حدث منذ توقيع اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، أهم حدث يحرك المياه الراكدة ويعطي رؤية وبرنامج زمني وخطوات محددة للخروج من هذا النفق المظلم في ليبيا، للخروج من هذه الحالة من الصراع والاستقطاب، والوصول إلى حل الأزمة الليبية، إنهاء الصراع، توافق الليبيين واستقرار ليبيا، لكي تنطلق المرحلة الجديدة الدائمة التي ننتظرها جميعا ونعمل من أجلها أو من أجل الوصول إليها. السيد غسان سلامة ارتكز في برنامجه على ثلاث ثوابت رئيسية. الأولى هي أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات هو الإطار للحل السياسي مع حاجته إلى تعديلات محددة. النقطة الثانية هي الدستور، وأن ليبيا تحتاج إلى دستور دائم. ليبيا لم تعرف دستور منذ 1969، تكلم على 48 سنة. والنقطة الثالثة هي الانتخابات، والانتخابات نوعين، ستكون استفتاء على الدستور مباشرة من قبل الليبيين،
وبعده انتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور الدائم الجديد الذي أقره الليبيون في استفتاء. طيب. هذه الثلاث مرتكزات الرئيسية. النقطة الأخرى المهمة في خارطة غسان سلامة أنها لأول مرة منذ أكثر من سنة أو سنة ونص أعادت زمام الأمور في إدارة الملف الليبي للأمم المتحدة بالكامل ولبعثتها في ليبيا، وقفلت الباب أمام المبادرات الجانبية الفردية من عدة دول إقليمية ودولية. هذا لابد أن ننتظر، لأنه الرجل ما زال في بداية عمله والخطة عندها يومين أو ثلاثة، لكن الكلام بعد ذلك سنحكم هل ترى أغلقت الباب أم تركته موالبا. لا واضح، لأنه طيب. لأنه اجتماع لندن أكد هذا المبدأ. اجتماع لندن من حضر فيه؟ حضر فيه وزير خارجية أمريكا، وزير خارجية بريطانيا، وزير خارجية فرنسا، إيطاليا كانت موجودة، الإمارات، مصر. أكد على أن لابد أن تتوقف جميع المبادرات الجانبية الفردية التي تربك المشهد في ليبيا، سواء كانت مبادرات عربية أوروبية أفريقية. على سبيل المثال مبادرة فرنسا في اتفاق حفتر والسراج أصبح الآن لا قيمة له، لا وجود له، ملغى. والأمور طيب. تعود إلى نصابها بأن واضح. المتحدة هي التي تدير الأمور. طيب دكتور جمعة سأعود إليك الآن. ينضم إلي كذلك الدكتور أبو بكر بعيرة، عضو البرلمان الليبي من طبرق. دكتور أبو بكر مرحبا بك. هل فعلا كما قال ضيفنا في الأستوديو الخطة التي طرحها غسان سلامة ستوصد الباب وتغلقه نهائيا أمام الخطط الجانبية التي تزيد من توتير الأوضاع، وأنها ستكون لو طبقت كما طرحها الرجل وتوافق عليها الليبيون ستكون فعلا السبيل للخروج من هذه الأزمة؟ نعم، أولا أحييك وحي مشاهدي الكرام وحي ضيفك الكريم الأستاذ جمعة. مرحبا. المبعوث الأممي السيد غسان سلامة استكان منذ حوالي شهر عندما قدم أول مداخلة له أمام مجلس الأمن، أول إحاطة، ذكر بأن هناك كثير من المبادرات التي أربكت المشهد السياسي، وأعتقد هذا الأمر فيه الكثير من الصحة. كانت هناك مبادرات من دول الجوار، مبادرات من الجامعة العربية، من الاتحاد الأفريقي، من الاتحاد الأوروبي، ولكن كلها كانت تنتهي فجأة دون أن تصل إلى نتيجة. الآن يفترض أن تتم السيطرة على الأمر عن طريق الأمم المتحدة، وأعتقد أن كما يعلم جميع المبادرة التي طرحها السيد غسان سلامة واضحة وتحتوي ثلاثة أجزاء رئيسية. قضية تعديل الاتفاق السياسي، ثم أهم نقطة في المبادرة هو المؤتمر الوطني الذي أشار إليه، الذي سوف ينعقد ويحاول أن يثبت الأمور في ليبيا، تحضره الأطراف التي كانت مستبعدة أو مهمشة. ربما تكون جلسة فرصة لعقد جلسة مكتملة لمكتملة النصاب لمجلس النواب الذي غاب عن المشهد لفترة طويلة. فهذه اللي ثم يعني يتم بعد ذلك بعد سنة، هذه تعتبر فترة انتقالية لمدة سنة تحت هذه المبادرة. في نهاية السنة يكون هناك مشروع انتخابات رئاسية وبرلمانية. طيب. مع التحضير لكثير من الأمور مثل توحيد الجيش والتعامل مع الميليشيات المسلحة وقضية النزوح الداخلي والهجرة الداخلية. دكتور أبو بكر، متكاملة، أعتقد يجب أن نتمسك بها الليبيون وأن يطبقوها، وهي تعمل بدرجة رئيسية على تفعيل السلطة التشريعية التي فشلت خلال المرحلة الماضية مثل مجلس النواب، فشلا ذريعا. نعم. وسببت تعقد الموقف الحالي. نعم. طيب جميل، هو أهم نقطة ربما أنت وكذلك والأستاذ جمعة اتفقتم عليها، وهو أن هذه الخطة أغلقت الباب على الخطط الجانبية وأنها ستشارك الجميع، ويبدو أن هذا هو المشكل الذي كان ينقص كل الخطط، أنه ليس الجميع مشارك. ولكن حتى هذه الخطة دكتور أبو بكر إلى حد الآن ونحن نتابع هذه الأخبار لم تنل رضا وقبول كثير من الليبيين، حتى أعضاء المجلس الرئاسي بعضهم كتب أنه ضد هذه الخطة وأنها ستعيدنا إلى نقطة الصفر كما قال أحدهم. هل تتوقع أن خطة غسان سلامة ستعيد الليبيين إلى نقطة الصفر؟ سيكون هناك اجتماع هذا المؤتمر الدولي ويحضر فيه الجميع وتعاد نقاش أو يعاد نقاش كل النقاط، أم أن حتى المؤتمر الدولي هذا الذي سيحصل لن يخرج عن الإطار وعن الاتفاق السياسي الذي وقع قبل سنتين؟ لا، هو اللي حصل الآن أن أصبح هناك نوع من التجميد أو التحييد للاتفاق السياسي، البعض يرى أنه قارب أن ينتهي.
لم يدخل الحقيقة حيز التنفيذ إطلاقها خلال السنتين الماضيتين، ولكن الأمر كله يتوقف على مدى ضغط المجتمع الدولي بالذات الأمم المتحدة. أنت عارف المؤتمر الوطني الذي اقترحه السيد غسان سلامة في خطته سوف يكون تحت إشراف أمين عام الأمم المتحدة السيد غوتيريش. إذا تم هذا الضغط الدولي والتحدث مع الأطراف، جمع الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية الليبية، تفعيل الإطار التشريعي المتمثل بمجلس النواب، مجلس النواب لأن منقسم أكثر من نصف أعضاء، حوالي 200 أعضاء لا يحضرون جلساته ولا يساهمون في أعماله، وبالتالي يعتبر عمليا منتهي لا يؤدي دوره إطلاقا. إذا تم الضغط عن طريق هذه الخطة المقترحة مع تفعيل الاتفاق السياسي وتعديل النقاط الخلافية التي توجد فيه، ولكن يظل هو الإطار العام الذي يتم الإصلاح من خلاله. جميل. طبعا هناك بعض الأطراف سوف تعارض لأن ترى أن مصالحها تنتهي بعرض هذه الخطة، هناك أطراف لديها مصالح خاصة مصالح شخصية، ولكن مع طرح الخطة الجديدة تنتهي هذه المصالح. جميل جدا. يبتعدون عن المشهد. دكتور. لذلك هذا متوقع ويجب أن يتم الأخذ بعين الاعتبار. دكتور أبو بكر اسمح لي لحظات سأعود إليك. دكتور جمعة قماطي، يعني هذه الأطراف اللي ممكن تشوش ربما أو ممكن تعمل على هي غير قابلة لحد الآن وبعضها من كتب، كيف يمكن تحييدها أو إقناعها بضرورة القبول بهذه الأشياء حتى وإن كانت ليست في الآمال التي يبتغيها كل الليبيين لكنها هي حدود الممكن؟ كيف يمكن إقناع هؤلاء وما هي الضمانة أن لا تدخل أطراف أخرى؟ لأنه شاهدنا على مر 6 سنوات كلما قرب الليبيون تقريبا من التوافق حول بعض النقاط إلا وأثيرت نقطة جانبية هنا وهناك بإعاز من هنا ومن هناك وأعادت الليبيين إلى نقطة صفر. ما الذي يضمن أنه لما ندخل في هذه الخطة وفي نقاشها يبقى نقاشنا حول هذه الخطة ولن يتدخل أي طرف لإفشالها أو تحييد أو تحويل وجهة الحوار؟ هذا يعتمد على من هي هذه الأطراف. إن كنت تتكلم مثلا عن بعض أعضاء المجلس الرئاسي، هؤلاء كانوا نتاج ومخرج من مخرجات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. الاتفاق السياسي هو الذي جاء بهم، هم ليسوا مالكي هذا الاتفاق الذي بالأساس وشارك فيه مجلس النواب وما كان يعرف بالمؤتمر الوطني الذي تحول إلى المجلس الأعلى للدولة. هؤلاء أعضاء المجلس الرئاسي يجب أن يشكروا الاتفاق السياسي واتفاق الصخيرات ومن وضع هذا الاتفاق السياسي أنهم أعطوا فرصة قرابة السنتين الآن لأن يتعاملوا مع الأزمة ويديروا الأزمات في ليبيا وفشلوا بامتياز. وبالتالي ليس من حقهم أن يحتجوا فقط لأنهم يريدوا أن يحافظوا على مناصبهم وعلى مصالحهم الخاصة والشخصية كما قال صديقي العزيز الدكتور بكر بعيرة. هذا هو الكلام الصحيح. هؤلاء لا يحتجوا من منطلق وطني أو خوف على مصلحة ليبيا، ماذا؟ يحتجوا خوفا على مصالحهم التي قد تضيع. هذا في الجهة الغربية. ماذا عن أولئك المدعومون خلنا نقول من الإمارات من مصر والذين لا يريدون اتفاق على مقاسهم؟ لا شوف، إن كنت خلنا نتكلم بوضوح هذا المطلوب. إن كنت تتكلم عن الأطراف العسكرية فالأمم المتحدة غسان سلامة التقى مع الجميع وتحاور مع الجميع، رغم أنه بدأ قبل حوالي 2 شهر فقط، ولكن الرجل كان له قبول جيد جدا في ليبيا. حقيقة الكيمياء التي وجدت بين غسان سلامة والليبيين كانت ممتازة جدا. التقى حتى مؤسسات المجتمع المدني. نعم. التقى بشرائح واسعة جدا بما فيها الجيش. وتحاور مع الجميع وأخذ تعهدات بأن الجهات الرئيسية والأطراف الرئيسية لن تعرقل خطة الأمم المتحدة ولن تعرقل تطبيق الاتفاق السياسي، وسيكون هناك دور للعسكريين في إعادة بناء الجيش والمؤسسة العسكرية المنضبطة تحت قيادة سياسية مدنية، وسيكون هناك دور للمؤسسات السياسية ومنها البرلمان. لما تقول عسكري هل تقول يعني تقصد أساسا اللواء خليفة حفتر أنه سيكون له دور في إعادة هيكلة وبناء الجيش الليبي؟ خلافنا مع خليفة حفتر لم يكن في يوم من الأيام أنه ليس ليبي أو لا يجب أن يكون له دور. كل خليفة حفتر ومئات من الضباط الكبار الذين يريدون فقط إعادة بناء المؤسسة العسكرية ومؤسسة الجيش في ليبيا لكي تحافظ على التراب الليبي وعلى وتحمي الوطن، مرحبا بهم. إشكاليتنا في أن عسكريون يريدون أن يكونوا فوق الدستور وفوق أي إعلان دستوري مؤقت وفوق السياسيين وفوق القيادات السياسية. هذا الأمر مرفوض لأن هذا عودة للاستبداد والشمولية. دكتور أبو بكر بعيرة، الخطة تتحدث عن سنة، يعني هل فعلا هذا التوقيت وهذه المدة كافية لإنجازها؟
نعم، أعتقد إذا صارت الأمور على ما يرام الخطة ستبدأ خلال الأيام القادمة حوالي 4 أو 5 أيام. فخلال سنة يمكن بناء إعادة بناء الثقة وتعديل الاتفاق السياسي والسير بالبلد نحو المرحلة النهائية وهي إخراج الدستور، في حديث الخطة عن هيئة صياغة الدستور وحث على العمل بالتوازي مع مجلس النواب والتعاون معه. فأعتقد في خلال سنة إذا تم الحديث عن هذه النقاط بشكل جدي يمكن أن ننتقل إلى المرحلة الدائمة وهي مرحلة الدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية وما بعد ذلك. نعم، سنة ستكون كافية لذلك. نعم. طيب دكتور أبو بكر، حتى أختم معك الآن، يعني في الجهة الشرقية سواء كان من يعني يمارس العمل العسكري الآن أو البرلمان المجتمع جزء منه في طبرق، هل الجهة الشرقية كلها مستعدة ومهيئة وقابلة بخطة سلامة؟ أعتقد إذا تم التحدث مع هذه الأطراف طرفا طرفا وعدم تهميش أحد، لأن المشكلة في ليبيا خلال المدة الماضية هو تهميش بعض الأطراف وعدم قبول أطراف لأطراف أخرى. إذا انتهى هذا الشعور وهذا الموقف السلبي أعتقد أن الجميع سوف يصطفون وراء هذه الخطة وسوف يقفون معها، وهذا ما ألمسه الآن من خلال المشهد الداخلي الليبي. نعم. شكرا جزيلا لك دكتور أبو بكر بعيرة، عضو البرلمان الليبي، حدثني من طبرق دكتور جمعة القماطي. بعض من علق على هذه الخطة رافضا لها، اعتبرها أنها ستلغي اتفاق الصخيرات، اتفاق سياسي، وأن ستأتي باتفاق جديد خاصة فيما يتعلق بهذا المؤتمر الدولي الذي سيجلس فيه الجميع، أولئك الذين وقع استبعادهم الصخيرات أو الذين استبعدوا أنفسهم، الجميع سيجلس وهذا ما هو موجود في الخطة، وهذا سيفرض بالتالي إعادة أو مراجعة كل هذه النقاط. هل سيسمح سلامة بفتح الحوار حول اتفاق الصخيرات من أساسه أم سيبقى محصورا في تلك التعديلات التي ستدخل عليه؟ ليس فقط غسان سلامة والأمم المتحدة لن تسمح بفتح الاتفاق السياسي بالكامل، وإنما أيضا الأجسام السياسية الرئيسية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لن تسمح بالعودة إلى نقطة الصفر وبدء حوار جديد ومحاولة الوصول إلى توافق ليبي جديد قد نضيع فيه 5 أو 10 سنوات. يبقى الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات الذي وقعناه في الصخيرات هو الإطار الذي يبنى عليه الحل السياسي، وداخل هذا الاتفاق توجد مادة رقم 12 تعطي آلية لكيفية إحداث تعديلات داخل هذا الاتفاق. هذا الاتفاق فيه قرابة 200 مادة، فيه بعض المواد القليلة ربما 4 أو 5 بنود فقط خلافية تحتاج إلى تعديلات. ونحن في لجنة الحوار اجتمعنا في تونس قبل عدة أشهر في مدينة الحمامات واقترحنا 4 أو 5 تعديلات جوهرية ربما ستجد توافق من كل الأطراف في ليبيا. إذن هو اتفاق، هو تعديلات جزئية حول النقاط الخلافية. رجعتوا البند الثامن متعلق بحفتر؟ يا ربما يكون هذا أحدها، الآن سنرى. يعني ما هذا هو عندما دخلنا العقدة هي هنا في هذا البند أساسا. أي اتفاق نظري أخي سمير، العبرة بالتطبيق على أرض الواقع، وعندما دخلنا في مرحلة التطبيق وجدنا أن هناك صعوبات وعراقيل وبالتالي لزم التعديل. الآلية واضحة، يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله بعد 3 أيام سيجتمع في تونس 6 أعضاء من لجنة الحوار في البرلمان و6 أعضاء من لجنة الحوار في المجلس الأعلى للدولة ليتناقشوا حول التعديلات المحددة المطلوبة ووضع صياغات قانونية ودستورية حول هذه التعديلات. بإشراف غسان سلامة أم بمفردهم؟ لا لا، بمفردهم. والبعثة هي عامل مساعد، قد تساعد في الصياغات القانونية، قد تقدم بعض الخبراء العرب القانونيين، ولكن أصحاب الأمر الذين يملكون الحق والذين سيتفقوا على هذه التعديلات هم الليبيون. 6 من البرلمان و6 من المجلس الأعلى للدولة. بعد ذلك هذه الاتفاق، هذه التعديلات يجب أن تذهب إلى مجلس النواب وهو الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا لإقرارها وإقرار التعديلات الدستورية، بحيث يصبح كل هذا الاتفاق. هل هو مضمون إقرار مجلس البرلمان؟ هذا يعتمد على تعاون السيد عقيلة صالح رئيس البرلمان بالدرجة. طيب هو الذي رشح 6 أشخاص، يعني عنده ثقة فيهم أكيد، يعني أكيد يعني وأيضا يعتمد على جهود الأعضاء المختلفين. يعني الدكتور بكر بعيرة أحد الذين عملوا كثيرا في
الأسابيع الماضية على تفعيل دور مجلس النواب. نعم. وأن يأخذ الدور المنوط به بالكامل. وأن يمارس مسؤولياته وصلاحياته في هذه المرحلة الحساسة. نعم. وهناك نواب آخرين كثيرون حريصون على أن مجلس النواب يقوم بدوره ويخرج من حالة التشتت والانقسامات الموجودة داخله. سأعود إليك مرة أخرى إلى مانشستر، هنا معي الناشط السياسي الليبي أستاذ محمد عبد الملك. أستاذ محمد أرحب بك، هل يمكن القول أن عبر الخطة التي طرحها غسان سلامة قبل أيام يمكن أن نبدأ تلمس المخرج في ليبيا؟ لأنه من خلال المتابعة هناك اتفاق تقريبا كبير وشامل بين الشرق وبين الغرب الليبي حول ما طرحه، وهناك كذلك توافق وضغط حتى غربي على المخالفين او عدم على الذين لا يرضون غير راضين على اقصد هذه الخطه، هناك ضغط لقبول هذه الخطه. هل يمكن قول إذن الان ان الاجواء متوفره لكي تكون هذه الخطه الان وغسان سلامة سبيل للخروج من هذه الازمه؟ بدايه يعني تحيه لك استاذي وللمشاهدين وللاستاذ الدكتور جمعه مرحبا البلاطي. وإحنا يعني بدون شك نتمنى ذلك، نتمنى أن هذه المرة الأمم المتحدة تكون أكثر جدية وأكثر منع للتدخلات الجانبية، ولو أني شخصيا يعني أعتقد أنه لا مفر من وجود هذه التدخلات الجانبية نتيجة الخلافات الجوهرية بين كل اللاعبين سواء كانوا إقليميين أو عالميين أو أوروبيين. ونتمنى أيضا أن هذه الخطة تكون أكثر جدية، لأن بدون شك أن وصلنا إلى مرحلة انسداد ونحتاج إلى مخرج. وبدون شك أن الأمم المتحدة يعني يفترض فيها أن تكون مرجع في مثل هذه الخلافات. لكن أمام الأستاذ سلامة حقيقة يعني مجهود كبير وعقبات كثيرة جدا يجب أن يعني تدلل قبل الشروع في هذه الخطة. أنا أعتقد يمكن سنة قليل لتحقيق هذا الهدف. أنا أعتقد أننا بحاجة إلى أكثر من سنة حتى نستطيع أن نتعامل مع الأطراف جميعا. يعني عندما يقول أن هذه الخطة ستشمل الجميع، أنا أتساءل من الجميع هذا؟ من؟ يعني هناك الحقيقة أطراف كثيرة جدا مختلفة ومتباينة تحتاج إلى يعني إقناع. واضح أستاذ محمد عبد الملك لما يقول الجميع، يعني الجميع، يعني كل من له تأثير وفعل في الواقع الليبي، الجميع. وقبل قليل كنا نتحدث عن مؤتمر لندن هنا، أن الوزير الخارجي الأمريكي والبريطاني يعني اتفقوا، ربما حتى ألزموا لا ندري، الإماراتيين والمصريين بعدم التدخل وعدم عرقلة خطة سلامة التي قالوا أنها هي الخطة الوحيدة التي لابد أن تطبق في ليبيا. يعني ولكن مؤتمر لندن لم يحضره الجزائر مثلا وغيرها من الدول المغربية ودول الجوار الليبي. يعني الجزائر عبر تاريخها رعت أكثر من اتفاق ولن تكون حجرة عثرة، لأن الجزائر يهمها أن تكون الحدود بل ليبيا مستقرة كما يهم تونس كذلك، لأنهم أكبر المتضررين من حالة الفوضى في ليبيا يعني بأي طريقة كانت. إحنا نتمنى ذلك، يعني نتمنى أن يكون هناك أكثر جدية وأكثر التزام، وخاصة من الدول المنطقة الإقليمية بدون شك. طيب يا أستاذ محمد، أنت يعني هذا الكلام لماذا، يعني حب أفهم أسباب أو دوافع هذا الريب وهذا الشك في بعض الأطراف؟ هل التاريخ والماضي هو الذي يؤثر ربما على وجهة نظرك فيدفعك نحو هذا الشك، أم أنك ترى أنه ليس هناك ضمانات حقيقية لتنفيذ يعني ونجاح هذه الخطة؟ أنا مثلا سمعت في نقاشكم من الأستاذ الفاضل جمعة المغماطي. نعم. أن المجلس الرئاسي فشل بامتياز، وهل البرلمان ما فشلش؟ وهل المجلس الأعلى للدولة لم يفشل؟
هذه كلها أطراف في هذه العملية. يعني هو أكيد أكيد أن الجميع فشل. خلي أخذ رأي الأستاذ جمعة، أنت سألت سؤال مهم جدا، يعني هل تأكيدك على المجلس الرئاسي وفشل هذا يعني تبرئة لساحة البرلمان أم ماذا بالضبط؟ لا، هو لابد أن نفرق بين فشل في إدارة الأزمات في ليبيا لأنه السلطة التنفيذية، لأنه الحكومة، لأنه المعني بالتعامل مع مصلحة المواطنين اليومية والمشاكل التي تواجههم، مشكلة السيولة تضخمت وزادت، مشكلة الكهرباء تضخمت وزادت، مشكلة الأمن تضخمت وزادت وإن كان هناك تحسن الآن في الشهور الأخيرة. هذه القضايا اليومية، الصحة، التعليم، كل هذه الأمور، المواصلات، المطارات غيرها، ترميم المطارات وافتتاحها، ضمان راحة الليبيين وسفرهم وعلاجهم في الداخل والخارج، كل هذه الأمور ليست من مسؤولية البرلمان ولا من مسؤولية المجلس الأعلى للدولة، وإن كان البرلمان والمجلس الأعلى للدولة مسؤولين على المشهد السياسي ككل وعلى أي مختنقات دخلنا فيها وأي عراقيل، وكان لابد أن يكون لهم دور إيجابي أكثر في الخروج من هذا النفق. طيب سأعود إليكم ضيفي الكريمين، أشرك معنا في الحوار من طرابلس عضو البرلمان الليبي الدكتور سعد المريمي. دكتور سعد أرحب بك. إذن هل يمكن القول بأن خارطة طريق غسان سلامة ستكون المخرج على الأقل إلى حد الآن؟ ثم ما هي الضمانات، لو كانت كذلك هي المخرج، ما هي الضمانات التي ستعطيها قوة التنفيذ وتضمن عدم تدخل أطراف أخرى قد تفسدها أثناء تنفيذها، يعني كما حصل مع يعني المبعوثين السابقين لليبيا؟ يعني انقطع يبدو الاتصال مرة أخرى بالدكتور سعد المريمي، سنحاول معه ترتيب الأمر. هذا هو حال الهواتف في ليبيا مع كل أسف، ليست مضمونة. يعني أستاذ محمد عبد الملك أعود إليك. إذن ضيفي يقول أن المسؤول التنفيذي هو المجلس الرئاسي، حكومة الوفاق الوطني، ولذلك تحمل المسؤولية، أما البرلمان فهو جهة تشريعية وليست جهة تنفيذية. طيب أخي، هو الحقيقة الأمر أن المجلس الرئاسي، وأنا لا أدافع عن المجلس الرئاسي، أنا أعتقد أن هناك فشل ذريع من جانب المجلس الرئاسي، غير أنني أحمل كل الجهات هذا الفشل وليس فقط المجلس الرئاسي، لكن حقيقة الأمر أن المجلس الرئاسي لم يعطى أي صلاحيات. ما هي الصلاحيات التي أعطيها؟ يعني وعد من قبل الغرب ومن قبل الأمم المتحدة بمساندة، ولكن هذه المساندة لم تتحقق على وجه الأرض. هناك اختراقات أمنية، هناك مشاكل أمنية، يحتاج إلى سلاح، يحتاج إلى جيش، دخل في حرب مع داعش ومع تنظيم الدولة في منطقة الوسط. فالحقيقة المجهود المطلوب منا من الناحية التنفيذية مجهود يعني تعجز عنا دولة متكاملة الأطراف، ناهيك عن دولة يعني هناك تقريبا أربع حروب كانت فيها، حرب في المنطقة الشرقية وحرب في طيب. لكن المهم أستاذ محمد عبد الملك أنه هذه الخطة الجديدة اللي طرحها غسان سلامة ستلغي كل شيء في نهاية الأمر، يعني المجلس الرئاسي نفسه حكومة الوفاق ستذهب في هذه الخطة، لن يبقى إلا البرلمان الذي سيقر مسألة التعديلات وسيصدر قانون الاستفتاء وسيشرف كذلك على الانتخابات التشريعية والرئاسية، وبالتالي حتى كل هذه الأجسام الآن بعد سنة حسب الخطة ستزول، المجلس الرئاسي والبرلمان نفسه كلهم سيزولوا لو تمت طبعا هذه الخطة، لأنه لو هنا مش تجوز تجب حينما نتحدث عن الوضع الليبي، لأنه مع كل أسف الماضي يقول أنه الليبيين كل ما وصلوا إلى نقطة توافق إلا وحصل شيء يعني فجر الموقف من جديد. سأعود إليك أستاذ محمد، اسمح لي بس حتى لا يغيب مرة أخرى أو نفقد الدكتور سعد المريمي. دكتور سعد أرحب بك مرة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور سعد، كنت سألتك عن ضيوفك الكرام. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا دكتور سعد. كنت سالتك عن اتفاق او هذه الخطه التي اقترحها غسان سلامه، هل فعلا ستشكل مخرج؟ وما هي اهم العوائق امام هذه الخطه؟ يعني هو
والخطة تشمل التعديل الإعلامي الدستوري إلى أساس الاتفاق السياسي هو يجمع بين مجلس النواب وبين مجلس الدولة. طيب. واللجان في تحقيق بحيث أن يتم تعديل في الاتفاق السياسي اللي يشمل تغيير المجلس الرئاسي من 9 إلى 3 وهذا هو المسودة الرابعة في البداية كانت بهالشكل هذا. وأيضا على أساس أن ينظروا في العام التالي اللي هو أنك أنت كيف تحاول تكون حكومة، الحكومة تكون من غير المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة يكون طيب. بخلاف أعضاء المجلس الرئاسي طيب. قد يكون هذا جيد واضح. لكن أرى أنا من وجهة نظري العامة أنه هو انتقال إلى مرحلة رابعة، مرحلة انتقالية رابعة، وهذا تطويل أكثر في العملية الأجدر. وغسان سلامة قال نحن لا يجب أن يبقى الليبيون ينتقلون من مرحلة انتقالية إلى مرحلة انتقالية، من مرحلة انتقالية إلى مرحلة نهائية. لكن أنا كنت سألتك دكتور لأن الوقت ضيق عن عراقيل أو التي ربما تحول دون تنفيذ هذه الخطة، يعني ما هي أهمها؟ العراقيل أكثر، حتى هو أنا أتكلم على المؤتمر الوطني وقد نسميها جمعية وطنية أقرب لها، وتجمع حوالي 800 شخص شخصية حتى ما هو ورد في التعديل الإعلان اللي حكى عليه السيد غسان. 800 شخصية. 800 شخصية. 800. هذا المطب هناك عدة تساؤلات. ما هي والزمن ومن هم الأشخاص وشن هي المواصفات وشن هي المعايير لاختيار 800 شخص وكيفية عملية الاختيار؟ في أسوأ من ذلك لم يذكر فيها عملية الزمن، متى البداية ومتى النهاية وش المخرجات؟ فهذه كلها قال سنة الخطة أعطاها سنة، يعني أي سنة مدة زمنية قد تكون كافية في الحالة، لأنك أنت عارف مربوطة حتية بالدستور كيف يتم وعملية قانون الاستفتاء. فهناك أنا لا أرى أن هي حتكون حل كامل في المنطقة هذه، ما هو إلا تنفيذ أكثر. وهذا بالطبع الوضع الخطة هذه الموضوع أن هي جاية من الدول اللي قاعد تتزاحم بين إيطاليا وبريطانيا على وجود الروس في ليبيا، وهذا كله عبارة عن تنفيذ الوقت أكثر من حل للمشكلة الليبي. من وجهة نظر السياسية لو تبحثها من كيفية هذه. لكن أنت تو حاليا حتاخذ 3-4 شهور غير باش تحدد عملية 800 شخص والشخصية وكيفية الأجسام اللي بتخش جديد. زد على ذلك عملية الحالية لم يتم الاتفاق بين الأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الدولة في كيفية اختيار، حيث تم كما أنت سمعت من الإعلام أن 24 عضو في لجنة الحوار اللي خاصة بمجلس النواب تم تقليصها إلى 5 أشخاص، وكذلك أن هناك 6 أشخاص من عملية الاجتماعات وعملية التحاور وكيفية من هو يمسك الرئاسة كانت محل نقاش. يعني أنت تقول أنه الشيطان يكمر في التفاصيل، وهنا ربما لن نجد مخرجا حينما نأتي إلى التنفيذ على الأرض. يعني من الصعوبة بمكان، وهذا واضح كل الوضوح يا سيدي، أنك أنت حاليا تعلن على خطة والخطة غير مكتملة الجوانب وغير مكتملة التفاصيل طيب. وغير مشروعها كامل لبيع. واضحة جدا دكتور سعد، ابقى معي خليني أخذ رد كذلك ضيوفي. دكتور جمعة، ما تعليقك على هذا الكلام أن المشكلة في تنزيل هذه الخطة بعدين؟ بالتأكيد الأمر لن يكون سهل ويعني انسيابي وسلس كما نتمناه طيب. لأن الوضع في ليبيا معقد جدا ومتشابك وتراكم 7 سنوات من التعقيدات والصراع. ولكن هناك كذلك هناك حقيقة اكتشفناها في 6 أو 7 سنوات الماضية أن الأمور دائما تسير ببطء في ليبيا. كل ما نتمنى أن ننجزه في أسبوع قد يأخذ شهر، وما نتمنى أن ننجزه في شهر قد يأخذ 3 أو 4 شهور وهكذا. وبالتالي غسان سلامة عندما يقول أننا خلال سنة سنصل إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد الدستور، أعتقد أن هذا يعني أمنية وليس ربما تاريخ واقعي. الأقرب إلى الواقعية ربما سنة ونص إلى 2 سنين، قد
قد نشهد انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد إقرار الدستور ربما في 2019 في النصف الأول، وهذا سيكون إنجاز جيد في رأيي. النقطة الأخرى أن المؤتمر الوطني الذي تكلم عليه الأستاذ سعد وهي حقيقة يعني 800 آلية اختيار وكذا، ولكن غسان سلامة حدد أن هذا المؤتمر لابد أن ينعقد في هذه السنة قبل 17 ديسمبر 2017. طيب ما هي الآليات المتوفرة لديه؟ هذه يعني هي البعثة سيكون لها دور ديسمبر، يعني بعد أيام. لا بعد 3 شهور يعني طيب. عندنا أكتوبر ونوفمبر شهرين طيب كافيين. يعني هذا الأمر شخص. هذا الأمر البعثة يفترض أن عملت فيه شغل مبكر وسيتم فيه التشاور مع المجلس الأعلى للدولة طيب. ومع مجلس النواب. والفكرة الفكرة ليست خلق كيان سياسي جديد طبعا. هناك خلط هنا. هذا المؤتمر هو مرة واحدة يعقد، احتفالية حوارية ليست احتفالية دكتور. أسمع بس ماذا قال هو. قال أن هذا المؤتمر غسان سلامة قال أن المؤتمر يضم الجميع لتحديد هنا المكمن المشكل واختيار أعضاء المؤسسات التنفيذية. جيد. يعني هنا سيقع انتخابات، هناك عملية انتخابية لمجلس بالضبط. لمجلس انت اختيار لم يحدد يعني الآلية. أخي سمير لم يحدد الآلية اختيار، ما المقصود الاختيار؟ يعني عدد 800 شخص سيختارون مجلس رئاسي، كيف ستتم؟ ما زال الطرفان الرئيسيان في الاتفاق السياسي هما مجلس النواب ومجلس الأعلى للدولة، رغم أنهم طيب. عضو في لجنة الحوار. أقول هذا وأكد هذا. وهؤلاء الطرفان مشاوراتهم هي الأساس، أولا على الاتفاق على التعديلات من الناحية النظرية طيب. ثم بعد ذلك اقتراح أسماء للمناصب التنفيذية ولأعضاء مجلس الرئاسي الجدد 3. الآلية كيف يتعامل المؤتمر مع هذه الأسماء ستظهر في حينها، ولكن ليس بالضرورة كما قلت قد تكون مختلفة تماما. أنا ماذا قصدت باحتفالية؟ قصدت أن عندما يلتقي الليبيون كل هؤلاء الوجوه وكل هذه الأسماء التي اعتبرت أنها همشت في الماضي، عندما تتاح لها فرصة أن تأتي في مؤتمر جامع وطني وتعبر عن آرائها، تعبر عن مخاوفها، تعبر عن مطالبها، تعبر عن حقوقها سواء كانت سياسية أو عرقية أو ثقافية أو اقتصادية أو غيرها، فهذا أمر جيد، هذا أمر جيد يقرب وجهة طيب. النظر. وأنا أتمنى في هذه المناسبة، أتمنى إن هذا المؤتمر إذا ما تعذر انعقاده داخل ليبيا وهذه أولوية، أن يكون انعقاده في أحد دول الجوار مثل الجزائر مثلا، وهي قادرة وهي طرف محايد أمام كل الأطراف المتصارعة في ليبيا، قادرة أن تستضيف مثل هذا المؤتمر الوطني الجامع الكبير. حتى تونس دولة محايدة، وتونس كذلك، لكن ليست بالقوة مثل الجزائر. يا أخي سمي، احنا نونس نعتبرها جزء من احنا تونس ليبيا دولة واحدة. هذا كان يردد فيه القذافي على فكرة كثيرا مع في لقاءات مع الشعبين يقولون هذا وليس القذافي. نعم. طيب أستاذ محمد عبد الملك، يعني الآن فيه سؤال كذلك مطروح وهو مصير الدستور الآن. يعني مضينا كم مش عارف سنتين أو ثلاثة ونتمنى وننتظر، بعد ذلك اجتمعت اللجنة 60 هذه ومع صعوبات هنا وهناك وأخرجت هذا المشروع، مشروع الدستور. بتقديرك هل ستبقي خطة سلامة على هذه النسخة، أم أن هنا سنجد نفسنا مرة أخرى ندير نقاشا آخر حول الدستور المقترح وتعديل بعض بنوده هنا وهناك كما سيقع التعامل مع اتفاق الصخيرات؟ أنا أعتقد في البداية نحتاج إلى تجميع هذه المجموعات المتصارعة ووصول إلى اتفاق فيما بينها، ثم الدستور يكون يعني بعد ذلك، ليس في البداية. أعتقد أن الدستور سيكون في آخر المرحلة وليس في أولها، لأن نحتاج أن ندلل الصعاب وأن نعدل اتفاق الصخيرات. بس أنا سؤالي الحقيقة، ما هو الجديد في هذه المعادلة؟ اتفاقية الصخيرات كانت من قبل الأمم المتحدة، وهذا الآن هي الأمم المتحدة، ما زالت لم تتغير أطراف الاتفاق اللي هي البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، ما زالوا موجودين، هم نفس الأطراف. يعني واضح. أنا سؤالي يا أخي الكريم أن العالم يحتاج أن يتناول موضوع ليبيا بأكثر جدية، الأمم المتحدة لابد أن تكون أكثر جدية من السابق حتى نرى بهذه الخطة تضع على 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 أرض الواقع. طيب نفس الدوامة. طيب واضح جدا أستاذ محمد عبد الملك الناشط السياسي الليبي، كنت معي من مانشستر هنا في بريطانيا، شكرا لك. دكتور سعد المريمي، يعني من أهم العراقيل ربما كذلك هو كيفية التعامل مع الجماعات حاملة السلاح، هذه جماعات المسلحة. هل تتصور أن خطة غسان سلامة قادرة على حل كذلك هذا
الإشكال، وأن هذا المؤتمر الدولي الليبي سيكون كذلك أحد أهم وسائل التعامل مع هذه الجماعات الحاملة للسلاح؟ هذه إحدى المشاكل اللي هي قد يعانيها، لأن واحدة من المبادرات اللي موجودة هي مبادرة توحيد بين الكتائب اللي موجودة اللي تحمل السلاح. ويفترض هذا، هو احنا زمان تكلمنا عليه انه هو يعتبر مسار امني، ويفترض انه هو اندرج في حلول سابق يمشي بالتوازي مع المسار السياسي. ولكن هذا تو في الحقيقة حيصبح اشكال اكثر، لان هناك جيش في المنطقة الشرقية يقوده السيد أكثر، وهناك بعض الكتائب موجودة سواء كان في المناطق الغربية او في الجنوب، وهذه من الصعوبة بمكان أنك أنت تستطيع توحد عليها حاليا. فكان من الأجدى من وجهة نظري خاصة أن المجتمع الدولي إذا كان يريد خير لليبيا، وبهذا يفترض أن هو يؤيد فكرة الانتخابات المبكرة من الرئيس والمجلس البرلماني بكل. واضح جدا. حاليا بالنسبة للمبادرة اللي قال عليها أو الخطة اللي تكلم عليها السيد سلامة، هذه خطة طويلة الأمد ولكنها ليس أي محظوظة النجاح بنسبة كبيرة جدا للمشاكل التي ذكرتها والصعوبات. نعم. قد يرجع بنا إلى العامل القديم تو اللي هي تحتاج إلى مدة طويلة، بحيث أن المجلس الدولة أو المجلس المؤتمر الوطني هذا هناك صعوبات وصعوبات التي توحي بأن قد لا يكون هناك خلاص خير. دكتور سعد أشكرك شكرا جزيلا، عضو البرلمان الليبي، كما أشكر دكتور جمعة القماطي عضو لجنة الحوار. الشكر إليكم موصول مشاهدي الكرام، وموعدنا في لقاءات أخرى. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.